فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا للزميل محمد سعدون الكويري. مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل. موعد كلاسيكي من اكبر المواعيد للبريمير ليج على ارضيه ستاد ستانفورد بريدج. بعد لحظات سيجمع المستضيف لبلوزه تشيلسي بالضيف المانشستراوي مانشستر يونايتد لحساب هذه الجوله 26 من البطوله الانجليزيه. حكم المباراه انتوني تايلور سيعطي بعد لحظه ضربه البدايه لهذه المنازله المزلزله، هذه المواجهه الحديديه بين الرابع تشيلسي والتاسع يونايتد بفارق 6 نقاط لصالح البلوز. لذلك الريد ديفولز يلعب بحنار. اليكم مشاهدينا الكرام تشكيلتي الفريقين، جيمس برونو فرنانديز وانتوني مارسيال باختيار اشهر من خلالها 35 بطاقه حمراء. ترقى الموج الازرق قادم ولكن الاحمر غاضب. كويتا يلعب بالقدم اليمنى على الونسو الاسباني والتصويب. غدار الكرة، غدار من ريس جيمس المدافع الايمن. هذه اولى شرارات فريق تشيلسي بحضور جمهوره في ملعب ستانفورد بريدج. قتل الكرة في هذه الخطورة والتغطية الدفاعية السويدي متابع هذه الكرة وامكانية لكن كوفازيتش. ويليان الى الامام، الكرة برازيلية، الكرة برازيلية. اي 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 تشيلسي تشيلسي تشيلسي. شوف السرعة لأزرق اللون من أجمل ما لامبارد يراقب بخطر كبير في كورة ركنية بعد كورة برازيلية غدار للكورة اللندنية. وهذه كورة بالراس وهذا تراوين لبيدرو، بيدرو ولوكشو بالتعادل اللي كان امام ولفرهامبتون. اريك باي ياخذ دانيال جيمس، خطوره مانشستراويه، جيمس يوزع عدات على الكل. دانيال جيمس في العرضيه لا يحضر الثانيه وترجع له الثالثه لكن بعيده، يلتحق بها يفقد توازنه وضربه مرمى لفريق. ان هنالك مخالفه لم ينتبه لها انتوني تايلور. جماهير يونايتد امامنا وراء الحارس دافيد دخية. هذا بيساكا طبعا الفريع في العمليه الهجوميه ليونايتد. بيساكا طلع الكره للبرازيلي يراوغ ويليان. خطوره خطوره في هذه الكره. انتوني مارسيال، مارسيال هاري روديغار الهداف، روديغار يوسع وماغواير بالنيران كاد ان يكتوي يونايتد فيها جول غريبة من باتشواي. وما زالت الخطورة، تسويب من روديغار. هجوم عكس لمانشستر يونايتد واضحة. ريس جيمس يقوم بالمخالفة ما بعدها إثارة رهيبة بتحكيم السيد مايك دين الذي هو السريع. كرة رائعة، مازون ماونت يوسكي باتشواي للمرة الثانية يضيع هذه المنظومة الهجومية اللندنية بقيادة إسبانية لبيدرو. يحاول الاختراق بيساكا رايا جورجينو بعيد الكرة لويليام. كرة سريعة، كرة سريعة أسبيليكويتا يوسع. ويليامز، ويليامز يوسع وكوفازيتش يخلي كرة في الركنية. والكرة الرأسية من كريستيانسون الدنماركي. أثبيليكويتا تجاوزنا نصف ساعة. كريستيانسون يأتي ماتيو كوفازيتش، كوفازيتش و جيمس مازن ماونت مازن ماونت يرجع بسرعة قياسية ويعدل أوتارو وخالد هفوة قاتلة يعدل والركنية. إريك بتمويه، هذا هو الاحتكاك، واضح احتكاك ما الاحتكاك موت. يعدي الكرة، الفرنسي هرب، الفرنسي هرب والتسواب لكن لا. يا سارية أنتوني مارسيال لم تكن رويال بالمرة، لم تكن رويال.
شوت الفواري الصخرة إريك باي. تشيلسي يعدي وفريد يقول لوك شو. دانيال جيمس موجود. لوك شو وين يا لوك شو؟ كرة في المدرجات لستانفورد بريدج. تسعة انتصارات ثمانية تعادلات وثمانية خسارات. ترجع كرة أربع مرات في هذا الملعب مشاهدينا الكرام من أصل ثمانية خسارات. البريني ثابت أقدامه يفشل في الاختلال. شوف الكرة شوف كرة شوف الخطورة يوزع. قراءة ممتازة لكابتن فريق. أوه تدخل لأنتوني مارسيال يأخذ المخالفة. واردة واردة نتابعها مشاهدينا الكرام. يستأنف اللاعب وباتشواي يلمس الكرة. يراوغ بيساكا يوزع. جول جول مارسيال جول مارسيال جول. غدار غدار يونايتد مع نهاية المشوار. بيساكا الفنان من أجمل ما يكون. شوف كرة كل الجنون. بيساكا يتلاعب بويليان بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر. والرأسية الفرنسية ولا مرة. مشاهدينا الكرام يونايتد يكسر الجرة هذه المرة. أنتوني مارسيال تغطية فرانك لامبارد أكيد الأول. كرة التسويب باتشواي. معاناة لامبارد عندها عنوان اسمه باتشواي. ثلاثة أهداف كاملة ضيع حد المباراة. يقول له أنت في حاجة للجيرو الفرنسية لأنتوني مارسيال. ثم الفرنسي يأخذ مكانه مع بداية الشوط الثاني. جورجينو وكوفازيتش خذ مكانه مازن رجل المهمات الصعبة في دفاع فريق اليونايتد. أوه ورقة ورقة. أنطونيو روديغر سنان الورقة الصفراء. ما فماش كلام. لا يمر أكيد احتقان جماهيري كبير على مردونا لويليامز أو دانيال جيمس. يسترجع الكرة دفاع البلوز. ويليام يوزع بتغني المين يا حمام. بدس بكرة ممتازة لأنطوني مارسيال لكن الريس جيمس راي. فرنانديز هتف ماتيتش. الآن تتعدي أملا من فرنانديز. يونايتد مشاهدينا الكرام 142 عام من الحياة ضد ليفربول ضد ويست هام ضد بورنموث وضد سادي مازون مونت. التسويب لكن الراية الراية والصافرة من أنطوني تايلور. واحتقان جماهير البلوز. هات الصورة خل بيدرو. كرة جول كرة جول كرة غريبة جول. هنالك لمسة يد من بيدرو رودريغيز. يوزع جول. كور زوما 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 براسية بأقدام مضمونة. هدف التعادل للبلوز. هدف التعادل لتشيلسي. عشر دقائق ما بداية الشوط الثاني. جيمس السريع لكن كرة بعيدة يلتحق بها أنطوني مارسيال. وكرت زوما في حوار فرنسي فرنسي يطلب الإسعاف. ولعت المباراة يا ناس. يخطف منه الكرة فراد والحكم يعطي المخالفة. كرة غدار برونو فرنانديز أمامنا. كرة للقائم الأيسر لويلي كابايرو. فيرغاني كرة خطيرة. جول هاري هاري بوتر. هاري بوتر الكرة الإنجليزية. هاري ماغواير ماغواير بالهدف الثاني. مانشستر يونايتد شكل ثاني شكل ثاني شكل ثاني. تشيلسي للمرة الخامسة ينحني
كرة برتغالية، زوما يتفوق هاري ماغواير، ولولا أسبيليكويتا لكان أنتوني مارس. كرة جول، كرة جول، شنو هذا يا بعيد الإيفوار الناري، شوف يا سلام، وإمكانية الهجوم. كرة سرعة، سرعة مازون ماونت، مازون ماونت يوزع جول أوليفييه جيرو. بريتشا أي حظ اليوم غير يومه، سيبقى بك.